رئيس وزراء باكستان شهباز شريف يؤكد أن اتفاقية تجارة السلع التي أبرمتها بلاده مع تركيا في 12 أغسطس آب الجاري ستسهم بزيادة التبادل التجاري بين الجانبين. ولاية شان يورفا تخطط لتنظيم 30 فعالية على نطاق دولي العام المقبل عقب اختيارها المدينة السياحية للبلدان الإسلامية لعام 2023 من قبل منظمة التعاون الإسلامي. لحجز هذه المساحة الإعلانية للتواصل والاستفسار 0555 110 85. وزير خارجية لاتفيا إدغارس رينغفيكس يؤكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة للتعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية وخاصة الطائرات المسيرة الدرون. مهرجان أنطاليا الدولي للنحت الرملي المقام حالياً برسخته 17 جنوب تركيا يشهد إقبالاً كبيراً من قبل الزوار والسياح.